السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. ان شاء الله كده نعمل مع بعض النهاردة البيتي فور بطريقة جميلة جدا 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 بكل خطواته، هناخده كده واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله بإذن الله. خلينا كده نصلي على النبي الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة ان شاء الله بإذن الله يا بنات هعمل معاكم البيتي فور بالسمنة، هعمله معاكم خطوة بخطوة للبنات بقى الصغيرين كده. كل سنة وانتوا طيبين. لاخواتي حبايبي اللي حابين بقى يعملوا كده بيتي فور خفيف، مش هنقول خفيف قوي بس مش محتاج ولا زبدة ولا محتاجين عجان، ويطلع معاكم بالنعومة والله العظيم ناعم جدا جدا بيدوب في البق، حاجة كده جميلة جميلة جميلة. المقادير بإذن الله مظبوطة وموجودة في كل بيت ان شاء الله. خلينا كده نصلي على النبي ونسمي بسم الله وندخل في الوصفة على طول. بص يا بنات، انا معايا ايه؟ انا معايا 3 كوبايات دقيق بالكوبايه المعياريه عادي خالص، معايا بيضه سليمه زي ما هي، ومعايا صفار بيضه لوحده خالص. خلاص، معايا نص كوبايه سكر بودره، ومعايا رشه ملح، ومعايا بنات معلقه كاكاو كبيره، ومعايا كوبايه سمنه كبيره سايباها في الثلاجه لمده مثلا نص ساعه ولا حاجه، لحد بس لما كانت ساعه معايا. ومعايا طبعا الفانيليا علشان خاطر البيض معايا. خلاص، انا استخدمت فانيليا اكياس عشان طبعا انا عايزه البيتي فور بتاعي الابيض يكون لونه ابيض والبني كله لونه بني، يعني الابيض ما ينفعش يدخل فيه لون يغمقه زياده. خلاص، عشان كده انا استخدمت فانيليا اكياس. بص يا بنات، جبت بقى الطبق معايا اللي احنا هنشتغل فيه من غير عجان من غير مضرب من غير حاجه خالص. انا مسهله لكم الدنيا وهتعملوا احلى بيتي فور والله العظيم، احلى بيتي فور ان شاء الله باذن الله هتعملوه يطلع معاكم ناجح ناجح ناجح. بصوا كده، انا خلاص نخلت كده السكر على السمنه معايا، هوسع بس المكان بالمضرب اليدوي عادي خالص خالص، هتفضلي تضربي فيه لحد لما لونه يفتح معاكي شويه، يعني مش كتير، حوالي دقيقه واحده بس تضربي فيه وانت واقفه كده. مش هقول لك يعني تضربي لحد لما دراعك يقف، لا عادي خالص زي ما انا عملت بالظبط. زي ان شاء الله باذن الله النتيجه تطلع معاكي زي ما شفت في اول الفيديو، حاجه كده ناعمه جدا 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 بجد، يعني هتدعولي عليه. جميل جميل، وكل اللي هيدوه عندك بجد هيدعيلك على الوصفة عشان ناجحة وجميلة جدا. نزلت كده خلاص بالبيض، ونزلت كمان انا معايا زي ما قلت لكم بيضة، ومعايا صفار بيضة خلاص، ونزلت بالكيسين الفانيليا على البيض على طول عشان خاطر طبعا ريحة البيض معاكي. تفضلي تضربي 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 فيه حوالي كمان دقيقة او مثلا 30 ثانية ولا حاجة، لحد بس لما ايه يختلطوا المكونات مع بعض ولونه يفتح معاكي شويه. بصوا عامل زي الكريمه بالظبط، كانه كريمه بالظبط، القوام بتاعه جميل جدا جدا جدا. هجيب بقى طبق معايا فاضي خالص، وهعمل ايه يا بنات؟ هاخد حته يعني قيمه معلقه كده من الخليط اللي انا ضربته ده على جنب. ليه على جنب؟ هقول لكم دلوقتي. انا شلت منه معلقه كبيره كده على جنب ليه؟ خلاص هشيل بقى المضرب خالص، مش عندنا محتاجينه ده خالص. هجيب بقى الدقيق بتاعي كده وانخله على الخليط اللي احنا ضربناه ده. خلاص كده يا بنات، طبعا الدقيق انا نخلته ولازم يتنخل معاكي. خلاص بس كده، هشيل بقى المعلقه دي خالص واعمل بقى بايدي دلوقتي عشان خاطر طبعا ايدينا هي اللي بتحس بالعجينه معانا. خلاص هنزل بقى كده برشه الملح. هنزل يا بنات، السر هنا في ايه؟ بنص معلقه، مش نص معلقه، ربع معلقه بيكنج باودر. ضروري جدا يعني، خلي بالكم اوعوا تنسوها، ربع المعلقه البيكنج باودر بتخلي القوام معاكي ناعم جدا، وبتخلي البسكوتة بتاعتك فيها روح. تمام، زي ما شفتوا في اول الفيديو بالظبط، زي ما انا دخلت الصاج زي ما الصاج طلع، زي ما دخلت البيتي فور زي ما البيتي فور طلع. معنى كلامي ايه؟ ان معنى كلامي ان مش نفش ولا فرط في الصاج ولا في الصواني معاكي ولا حاجه خالص، لا بالعكس طالع معاكي زي ما هو بالظبط، اخد لون ذهبي جميل جدا. ناعم يا بنات وبدوب، يعني عايزه اقول لكم بجد وصفه البيتي فور دي ناعمه جدا جدا. انا خلاص لميت بقى العجينه، سبت كده حته بس على جنب عشان هستخدم فيها دلوقتي كاكاو، عشان انا عايزه جزء يكون بني. طبعا احنا هنغطيها بالكيسه ونسيبها على جنب، سيبوها بقى على جنب لحد لما نعمل التانية. بص يا بنات، معلقه كاكاو كبيره هنخلها كويس جدا 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 على الجزء اللي انا اخدته من العجينه. بص يا بنات، انا كنت شايله المعلقه دي ليه؟ شايله المعلقه دي طبعا عشان احنا استخدمنا كاكاو، فمعلقه الخليط اللي انا شلتها من الخليط دي طبعا دي اللي هتنعم معاكي الكاكاو بتاعك، هتمشي الخليط عشان طبعا العجينة كلها تكون نفس المستوى، يعني نفس الحاجة، ما تكونش محتاجة سمنة ولا بيض ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. فهمتوا قصدي دلوقتي؟ انا شلت المعلقة دي عشان كده، علشان خاطر طبعا معلقة الكاكاو اللي انا استخدمتها
تنشف العجينه معاكي. فبدل ما تستخدمي سمنه تاني وتستخدمي ميه وتستخدمي حاجات تنشف معاكي العجينه، لا منها فيها. بصوا ناعمه جدا جدا جدا، بس هغطيها بقى الكيس. هنجيب بقى دلوقتي عشان نشكلها مع بعض. بصوا بقى يا بنات، انا هوريكم بقى دلوقتي مكنه البيتي فور. بصوا دي المكنه الحديثه اللي في منها الصغيره يا بنات، انا جبت الكبيره شويه، كنت جايباها السنه اللي فاتت. بصراحه جميله جدا، بتعمل بقى بسكويت وبتعمل بيتي فور وبتعمل كل حاجه، بس هنعمل من غيرها دلوقتي عادي خالص. لو مش موجوده هنعمل بالاشكال ويطلع معاكي احلى بيتي فور، مش لازم المكنه خالص خالص لو مش موجوده. المكنه دي انا كنت جايباها تقريبا، كان قال لي ب 220 تقريبا، بس اللي انا فاكراه ان انا جبتها منه ب 180 جنيه بس. ما شاء الله تبارك الله. طبعا استانلس نوعها نضيف، بتفضل عندك فتره طويله. للي ما يعرفش يشغلها ازاي، في حاجه في الجنب كده بتضغطي عليها وترفعي من فوق، بعد كده بتوسع معاكي وتشتغلي زي ما هشوفي معايا دلوقتي بالظبط. هنعمل مع بعض يا بنات عادي خالص خالص بالسكينه، تعملي بالاشكال، عندك اشكال تعملي بها البسكويت معاكي عادي خالص، بتعمل معاكي احلى حاجه. فما توقفيش على حاجه، هتعملي بيتي فور ان شاء الله باذن الله، هتعملي بيتي فور خلاص من غير بقى زبده، من غير عجانه، اهو هيطلع معاكي ما شاء الله يعني انجح. وعايزه اقول لكم بيتي فور دايب بدوب، والله العظيم بدوب، جميل جدا جدا جدا. بصوا بس هنشكل بقى كل الاشكال بالطريقه دي. طبعا انت تختاري الشكل اللي انت حباه تعملي بيه البيتي فور بتاعك. انا صراحه برتاح للشكل ده جدا جدا جدا، حلو كده يعني بقى من السنه اللي فاتت وانا بعمل بيه، كل ما اجي اعمل بعمل بيه. جميل قوي قوي ومرتاحه له كده، جميل. طبعا تعملي بالشكل اللي انت حباه. ده طبعا الجزء الابيض، بصوا لون العجينه بيضه جدا. طبعا علشان انا استخدمت فانيليا اكياس، ما استخدمتش فانيليا سايله. لو استخدمت فانيليا سايله كانت العجينه معايا تكون غامقه شويه. خلاص انا عايزه طبعا يكون في اختلاف بين العجينه الساده دي وبين العجينه اللي فيها الكاكاو. خلاص كاكاو اللي انا استخدمته محلى ولا عادي؟ لا اللي انا استخدمته محلى العادي خالص، اللي انا بجيبه ربع كيلو عامل 10 جنيه، مش ابو 120 ولا حاجه، لا ده ربع كيلو ب 10 جنيه اللي هو المحلى العادي خالص خالص اللي انا بستخدمه في كل حاجه. وقلت لكم قبل كده ما بيفرقش خالص خالص عنه، زيه زي ابو 120 وابو 150، اللي بيعمل ده بيعمل ده، ما فيش فرق خالص. بصوا يا بنات انا كده حطيت ايه، نص ابيض على نص بني علشان خاطر طبعا يعمل معايا الاشكال الجميله اللي هشوفها دلوقتي، اللي هي بصوا يا بنات كده منها بقى شوكولاته ومنها ابيض فانيليا، فبيطلع معاكي بقى الطعم ميكس كده جميل جدا جدا بين الشوكولاته وبين الفانيليا وبين معاكي الفانيليا. خلاص طبعا فرن شغال على ايه يا بنات، ضروري جدا. انا شغلت الفرن من قبل ما اشتغل يا بنات على 175، وكان شغال فرن وشوايه ومروحه عادي خالص. وبس تدخلي بقى الفرن، الصاج بياخد معاكي قد ايه؟ اول صاج بياخد حوالي ربع ساعه، تاني صاج ما بيكملش مثلا 10 دقايق. خلاص اول صاج بيطول كده ليه؟ عشان خاطر طبعا اول حاجه بندخلها الفرن، طبعا هي بتاخد شويه وقت زياده عما الفرن بقى ياخد ويدي، عما الصواني تسخن معاكي، فاهماني؟ فاول صاج اخد معايا قد ايه؟ اخد معايا تقريبا ربع ساعه زي ما انا قلت لكم كده، خلاص تلت ساعه تقريبا، ما كملش تلت ساعه. بصوا بقى الاشكال اللي احنا عملناها عادي خالص، اي اشكال معاكي بالنشابه، كيس تفردي كيس بس كده ومن فوق ومن تحت عشان خاطر يكون سهل معاكي تشيلي. هعمل معاكي صوابع كمان دلوقتي، بتكون جميله جدا جدا جدا. ممكن كمان تعملي بالكيس الحلواني. انا استسهلت صراحه يعني، ما افتكرتش اصلا كيس الحلواني وانا بشتغل. انا عملت لك باسهل حاجه ممكن تعملي بيها، اهو كيس تفردي الكيس بتاعك وبال اي حاجه معاكي بقى سكينه اي حاجه. بصوا يا بنات اول صاج دخل طلع خرج من الفرن، البيتي فور لازم ياخد لون ذهبي معاكوا كده بالطريقه دي. بصوا يا بنات البيتي فور لازم يطلع معاكوا اخد اللون الذهبي ده. انا كنت بوريكم المعلقه بقول لكم من كتر ما هو ناعم موجود كده على السباتيولا معايا. خلاص بصوا يا بنات زي ما انا قلت لكم لازم ياخد لون بسيط، هو مش غريبه علشان يطلع معاكي مش اخد لون. الغريبه اللي ليها تسويه تانية خالص خالص غير البيتي فور تماما. خلاص بصوا بقى انا عايزه اقول لكم سيبوه بقى لما يبرد تماما من على الصاجون كده، علشان خاطر انا لو شلتوه من على الصاج وهو لسه سخن قوي كده هيتكسر معاكم، فلازم تسيبوه مثلا نص ساعه ولا حاجه يبرد تماما تماما، وبعد كده حركوه بقى كده بالراحه معاكم. طبعا الصواني انا ما دهنتهاش حاجه خالص، علشان طبعا احنا مستخدمين كوبايه سمنه، يعني في الكميه دي استخدمنا كوبايه سمنه، فطبعا السمنه بتاعتها زايده يعني خلاص فيها كميه السمنه زياده
اللي مش محتاجه ان احنا ندهن الصاجون خالص 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 خالص. انا اتمنى ان شاء الله باذن الله تعملوا الطريقه دي في البيتي فور، وتعتمدوا ان شاء الله باذن الله الطريقه دي دايما. سهلت لكم الدنيا اهو، مفيش عجان، مفيش اي، مفيش مضرب، مفيش حاجه خالص صعب عليكم ان شاء الله باذن الله الدنيا خالص. كمان يا بنات مفيش زبده، انا عارفه انواع الزبده الناس بتتخوف منها، ان ما كانش نوع حلو قوي قوي تخافي تجيبي النوع التاني خلاص. فانت حابه تعملي بالزبده تمام اعملي بالزبده، لو مش حابه تعملي بالسمنه، بس صراحه مش هيديكي حتى الزبده، مش هتديكي نفس النعومه اللي انت شايفاها دلوقتي دي. انا عايزه اقول لك بدوب يعني، مجرد بس تمسكي البتيفوره معاكي بجد ناعم جدا. بصوا يا بنات عامل ازاي ما شاء الله، وطعمه بقى جميل جميل جميل. بتحبي بقى التزيين بتاع البتيفور؟ انا ما بزينوش خالص خالص غير قبل العيد تقريبا بيوم ولا بيومين بس، ساعتها وبسيبه بقى علشان خاطر جو حر. لو انت زينتي بمربى من دلوقتي هتبوظ معاكي، لو انت عملتي بشوكولاته من دلوقتي هتسيح معاكي، فسيبيه كده لحد ايه قبل العيد بيوم ولا بيومين، ما ياخدوش معاك، مش هياخدوا اساسا معاكي حاجه في التزيين خالص. تزيني بقى بالحاجه اللي انت حباها. كل سنه وانتم طيبين، انتظروا بقى ان شاء الله باذن الله كده الوصفات بتاعه العيد كلها اجمد الوصفات. انا عايزه اقول لكم انتظروا وصفه بسكوت هتدعوا لي عليها، وانا عايزه اقول لكم جميله 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 لابعد حد، واخف في بسكوت ممكن تاكلوه في حياتكم ان شاء الله باذن الله. وصفه الغريبه ان شاء الله باذن الله. اشوفكم ان شاء الله باذن الله كده في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله، وان شاء الله كده باذن الله كسروا من الدعاء، ربنا يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم امين يا رب العالمين. وانا بحبكم جدا 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 في الله، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.